مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من رح نبقى سوا، البرنامج المسائي اليومي اللي منطل من خلاله لمواكبة كل التطورات على ساحتنا الداخلية وارتباط هذه التطورات بتطورات إقليمية دولية، ربما التعويل عليها لحل حالة الأزمة المستفحلة والمشتدة بالفترة الأخيرة، لاسيما على صعيد تشكيل الحكومة. كل أسبوع بيطلع العنوان أسبوع الحسم، لنشوف إذا كان هذا الأسبوع سيكون حاسما بتأليف الحكومة. هل سيحسم أمره الرئيس المكلف سعد الحريري بالتشكيل أم بالاعتذار؟ أيضا ماذا عن ملف تفجير المرفأ قبيل أقل من شهر على ذكرى السنوية الأولى لهذا الحادث المشؤوم اللي أودى بحياة أكثر من 200 شهيد وألاف الجرحى والمشردين من بيوتهم حتى هذه الساعة؟ ماذا أيضا عن الملف الاقتصادي والمعيشي اللي يتفاقم أيضا، وهل سيشهد هذا الشهر شهر تموز شيئا جديدا على هذا الصعيد تعويلا على ما تقوم به القاضية غادة عون؟ كل هذه الأمور وغيرها من المسائل سنناقشها خلال هذه الحلقة مع ضيفتي الباحثة القانونية والسياسية الأستاذة ساندريلا مرهج. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. بشكرك، مساء الخير لك ولكل مشاهدي او تي في، وبتمنى لك عقبال المية. مية ميرسي، كلك زور، ان شاء الله عيد ميلادك تكون الايام احلى من اللي عم نعيشه، ولا نقدر نحس بايامنا اللي هي عم نشتغل لنحافظ على وضعنا بلبنان، بدنا نبقى بهالبلد ان شاء الله، اكيد ومعولين على هالموضوع، ولكن ان شاء الله المسؤولين يساعدونا لتحقيق الاهداف اللي نحن بنطمح لها. إن شاء الله بتكون أيام حلوة مقبلة عليك وعلى الجميع وعلى كل اللبنانيين. شكرا لك. بدي أبدأ من مسألة تأليف الحكومة الموعودة. كل ما نقرأ أسبوع حاسم، يعني مش عم نفهم أي متى رح يحسم هذا الأمر ونعرف هل ستشكل، هل سيتم تكليف شخص آخر بعد اعتذار الرئيس المكلف، شو رح يصير برأيك؟ واضح أنه الأمور لم تحسم لتشكيل الحكومة لأسباب داخلية وأسباب خارجية، يعني ربما دايما بس يكون في تحرك سفر للرئيس سعد الحريري أو يكون في بعض التدخلات الخارجية بنشوف أنه الأمور لدى البعض بتروح نحو آمال الحسم الإيجابي، ولكن يتبين من المعطيات الداخلية والخارجية أن الأمور لم تحسم ولن تحسم في القريب للأسف. هذا تقديرنا بحسب قراءتنا للواقع، بتمنى أنه نكون مخطئين، ولكن يتبين حتى الساعة أنه الأمور اللي هي خلافية تتعلق بموضوع توزيع المراكز، عم نحكي عدديا وبالنسبة للتوزيع الطائفي، لم تحسم بعد فيما بين الرئيس سعد الحريري وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. هذا من جهة. من جهة أخرى كمان الرئيس سعد الحريري بعتقد أنه لم يلقى بعد التجاوب الإقليمي الذي كان يتمناه أو يأمل به عندما طرح نفسه رئيسا للحكومة منقذا للمرحلة الحالية. بنشوف أنه التحرك اللي عم بتقوم فيه يعني بعض السفيرات والسفراء بدل على انه ليس هنالك من ايجابيه حاليا بموضوع تشكيل الحكومه. بدي اقول لك اكثر من هيك، انا بعتقد انه كمان الرئيس سعد الحريري بيعرف كثير منيح انه دخوله اليوم بشكل سريع يعني لحل الأزمة الداخلية بموضوع التشكيل والتشكيل الحكومي قد يكون انتحار سياسي بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأنه تقول لك إذا اليوم مش الاعتذار يعتبر كانتحار سياسي، ربما الاعتذار سياسي بالنسبة له. الاعتذار له مخارج ممكن أنه تكون بالعكس إنقاذية، ولكن تشكيل حكومي تحت عنوان الإنقاذ وما في عنا بعد اليوم بوادر لكيفية إنقاذ العملة الوطنية، هيدا انتحار سياسي للرئيس سعد الحريري. وبعتقد أنه السعودية اليوم على قدر ما أنه هي لم تعطي بعد الدعم الكامل للرئيس سعد الحريري، ولكن بالمقلب الآخر هي ضمنا تتمسك بحمايته، لأنه أي زخم لتشكيل الحكومة دون إيجاد حل للدولار هيدا انتحار سياسي للرئيس سعد الحريري. يعني اليوم إذا تشكلت الحكومة وشفنا أنه الدولار ما في حل له، انهيار مستمر، وصل الدولار لل50,000 أو لل100,000، شو ممكن يكون مصير الحكومة أو حتى الحريرية السياسية أو حتى يعني دور الحكومة التي ستتشكل؟ من هالمنطلق هيدا كل الأمور تشير إلى أن لا حكومة بالقريب. حتى يعني البعض يعول أنه زيارته المرتقبة لمصر
يعني بنعرف قديش مصر رجعت على الساحة الإقليمية بقوة، ولقاء الرئيس السيسي كمان يعني بإطار تثبيت وجوده على الساحة السياسية الرئيس الحريري والعلاقات المستمرة واستقطاب الدول له، أم لا لزوم ما لا يلزم هذه الزيارات؟ هلا الحركة بركة مثل ما بيقولوا، ولكن طبعا أكيد مصر لها مكانتها بالعالم العربي والإسلامي تحديدا، صح. نعرف كمان حتى العالم السني تحديدا ربما تراجع موقعه بالسنوات، يعني بالسنوات التي مرت الأخيرة نتيجة متغيرات عدة تجاه مصر داخلية وخارجية، ولكن اليوم مصر تحاول أن تعود إلى الملعب السياسي العربي من البوابة خلينا نقول يعني الطائفية وغير الطائفية السنية. حركة الرئيس سعد الحريري إلى مصر هي إيجابية، نحن يعني بهمنا أن نكون بعلاقات جيدة مع مصر، ولكن لن تحمل الحلول بمعنى تشكيل الحكومة، لأن اليوم مصر ليست راعية للموقف السني العربي بشكل كامل، وأيضا ليس هنالك من توافق لبناني داخلي على مدى أهمية الدور المصري بالمرحلة المقبلة. مصري بوجه أردني نتيجة اللقاءات اللي حصلت 100% بين مصر والأردن وتقاطعها بهذا يعني المجال، يعني البعض يقرأ في هذا الإطار أنا أجب إذا كانت السعودية تخلت عن لبنان بين مزدوجين أو عن دورة برعاية الطرف السني وتحديدا رئيس الحكومة، رئيس الحكومة قابل بالذهاب إلى من سيرعاه بدليل بأن الاجتماع الأخير لرؤساء الحكومات السابقين بدار الفتوى الكل لاحظ يعني وكانت لافتة عدم ذكر السعودية بالبيان الصادر عن دار الفتوى، وكأنه جواب واضح للسعودية ما بديك عنا بديل. بعتقد أنه ربط تخلي السعودية عن الموقف السني السياسي بلبنان أو عن الدور السني السياسي بموقفها تجاه الرئيس سعد الحريري فيه مبالغة، لأن يعني موقف السعودية من الطائفة السنية ودورة بالحياة السياسية بلبنان ليس مرتبطا بالمرحلة الحالية بوجود الرئيس سعد الحريري على سدة الرئاسة، يعني عدم دعم الحريري بشكل كلي ليس معناه أنه هو تخلي عن الدور السني في الحياة السياسية، يعني تخلي عن شخص وليس عن جماعة. طبعا اكيد، وبالتالي اليوم انه التوجيه ما بعرف اذا هذه هي الرساله اللي كانت سترسل، ولكن لا انا اعتقد انه تنقي بالنفس السعودي عن الدور الحريري بالمرحله المقبله، قابلوا من دار الفتوى احترام لهذا الموقف ولم تذكر السعودية من هذا الباب، وبالتالي إذا كان الرئيس سعد الحريري عم بيقول أنه أنا في عندي بديل، أنا بشوف أنه لقاؤه وزيارته إلى مصر هي بنفس الاتجاه بزيارته اللي كانت الزيارة إلى حد ما اللي كانت شبه يعني مخفية من الجانب الحريري لتركيا، وبالتالي اليوم هذه الزيارات هي بهذا يعني الإطار هذا من نوع من تكامل أو تصوير هذا الامتداد أو التوافق السني الإقليمي بحركته اللي عم بيقوم فيها، ولكن هذا ما بيوصل إلى تشكيل حكومي، وأعتقد أنه الأزمة رايحة إلى يعني تعطيل أكبر منها. طيب والحركة اللي حكينا عنها من شوي الثلاثية، إن كان يعني كان آخر اليوم لقاء السفير السعودي مع سفيرتي أمريكا وفرنسا، وكمان اللقاءات على صعيد رؤساء هذه الدول بين بعضهم، يعني هيدي بأي إطار توضع؟ والبعض وضع علامة استفهام لماذا إيران غائبة عن الساحة بإطار الحركة الدبلوماسية. نعم، هلا في موضوعين، الموضوع الاول هو لقاء السفير السعودي اليوم بالسفيرتين الامريكيه والفرنسيه اللي هو اجى استكمال للقاء للزياره اللي قاموا فيها الى السعوديه، واللي هي هيدي الزياره كمان اجت كمان استكمال للقاء وزير الخارجيه السعودي بالوزيرين يعني الامريكي والفرنسي. ولكن يعني اللي عم نشوفه اليوم بهذه الحركة الدبلوماسية هي وكأنه محاولة لبسط نوع من الاستقرار الداخلي في لبنان، لأن لا مصلحة إقليمية ودولية بالانهيار الكلي في لبنان، عم بحكي على المستوى الأمني. وبالتالي هذه الزيارات هي أولا لبسط الاستقرار، يعني من ناحية محاولة بسط الاستقرار على الساحة المحلية، أنه في محاولات دبلوماسية لإيجاد حل، تسعى بعض الدول لإيجاد حل، وهنالك تموضعات
فموضوعات التي حصلت يعني بالمرحلة الحالية إقليميا لا يمكن أن تمر مرور الكرام. أولا خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، ولا أن البعض بيعتبر أنه هذا الكلام هو في مبالغة. اليوم في محور مقاوم، عم تحكينا عن الدور الإيراني حضرتك، اليوم في محور مقاوم شئنا أم أبينا، كان في ضغوط ومشروع للتفتيت وللتقسيم ولتقسيم الدول العربية من أكثر من 15 سنة. هذا المحور المقاوم ثبت حاله وثبت وجوده على الساحة السياسية الإقليمية، وأفشل العديد من المشاريع، وثباته العسكري وثباته بصموده الاقتصادي رغم يعني الحصار ورغم المخططات اللي كانت دائرة. هذا الموضوع سيؤثر بالحياة السياسية إلى تموضعات جديدة وإلى معادلات جديدة في الحياة الإقليمية والدولية بمستوى العلاقات الخارجية. من هالمنطلق هذا بنشوف أنه بعض الدول حكما ستبدل بعلاقاتها وباستراتيجياتها وبسياساتها الخارجية، سواء كانت عربية أو حتى أجنبية أو أوروبية، لكسب بعض التقارب مع المحور المقاوم اللي هو ثبت المعادلة، معادلة الردع ومعادلة القوة ثبتت، وبالتالي في ترجمة سياسية لها. مشان هيك مش غريب ابدا او مش مستغرب انه نشوف لقاءات دبلوماسيه على مستوى سفراء وعلى مستوى وزراء خارجيه وحتى رؤساء دول لايجاد تموضعات جديده ولايجاد تحالفات جديده بالمنطقه، يعني ان كان مصر او دول خليجيه، او حتى ربما قد نشهد بعض التقارب السعودي الايراني بالمرحله المقبله. إيران شفنا اصلا اجتماعات قائمه كانت بشكل كبير بالعراق تحديدا، يعني التقارب السعودي الايراني، التقارب السعودي الايراني، وفي عندك موضوع العراق، موضوع اليمن الذي يعني سيؤسس لمرحلة جديدة بالعلاقات الخارجية بالمرحلة المقبلة تجاه الدول العربية فيما بعد. بدنا نشوف أنظمة عربية ستبدل من سياساتها تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحتى تجاه سوريا، عودتها إلى جامعة الدول العربية، تجاه اليمن، العراق، الواقع الاقتصادي، الواقع الأمني بالعراق ومن ضمنه لبنان. وبالتالي هذه التحركات سنشهد غيرها، يعني سواء من الجانب المصري أو من الجانب القطري أو الكويتي أو السعودي أو حتى من الجانب الأجنبي. سيكون الحرير هو من يقود هذه اللقاءات أم لا؟ يعني برأيك المرحلة اللي جاية رح تكون من دون حكومة لفترة طويلة، وهيك يبقى رئيس حكومة مكلف يصول ويجول ويقوم بهذه اللقاءات على صعيد تغيرات إقليمية من دون سقف من دون أفق؟ خلينا نحكي بالواقع اليوم، بالواقع اليوم في ظل غياب الحكومة الحالية، حكومة تصريف الأعمال، يعني الرئيس حسان دياب تحديدا، عن هذه الحركة الخارجية الضرورية لحل الأزمات اللبنانية، حتى قبل أنه ما يكون حكومة تصريف أعمال، لأسباب يعني عديدة، لأسباب عديدة منها بترتبط فيه، منها بترتبط بالخارج، منها بترتبط ببعض يعني الأمور الداخلية اللي هو لا يريد أن يقحم نفسه فيها. هذا اللي بنقرأ نحن كمحللين من الحركة اللي عم بيقوم فيها أو اللا حركة اللي عم بيقوم فيها ببعض الميادين. إذا نحن أمام اثنين سيناريو، إما سيكون الرئيس سعد الحريري بالمرحلة المقبلة هو الذي سيقود هذه التحركات الخارجية، وفيما إذا كان هو فعلا يعني قادر أنه يكون مواكب للتطورات بمعنى سبك العلاقات الجديدة مع المحور المقاوم والمحور اللي كان مناهض لهذا الفكر ولهذه الرؤية. هل سيكون الرئيس سعد الحريري هو من سيمثل لبنان بهذه اللقاءات مع حكومة أو دون حكومة؟ بنشوف اليوم أنه هو عم بيقوم ببعض المحاولات، ولكن في حالة إقفال من الغرب أو حتى من بعض الدول العربية تجاه الرئيس سعد الحريري. برجع بقول لك الواقع هو نعم عدم دعم مطلق للرئيس سعد الحريري من جهة، وحماية الرئيس سعد الحريري من جهة تانية، لأنه لبنان فيه هو اقتصادية كبيرة ونحن اليوم منهارين، يعني الوضع اللبناني بحالة انهيار، وبالتالي حتى الحكومة الإنقاذية دون مشروع، دون دعم من المؤسسات المالية الدولية، دون بوادر خارجية، دون رؤية موحدة لبنانية. وهي نقطة كتير مهمة، أنه ما في رؤية موحدة لبنانية للإنقاذ. في بعض عندك بعض الفرقاء اللبنانيين مش قادرين يقروا المتحولات الإقليمية الخارجية ويعملوا على أساسها لإيجاد إنقاذ داخلي. إذا في ظل كل هذه المطبات اللي بدها تكون أمام الحكومة الإنقاذية المقبلة، الرئيس سعد الحريري سواء اعتذر أو سواء قبل بتشكيل الحكومة، هو أمام مأزق، ولبنان أمام مأزق. طب بدنا نطلع من الشخصنة شوي، يعني لبنان أمام مأزق كبير. خسران. نجد اليوم أن الحركة الدبلوماسية يلي البعض عم بيعارضها وللبعض معه، أنا مع أنه تكون حتى أوسع، مش عم نحكي عن موضوع تسليم سيادة لبنان إلى الخارج، ولكن بالنهاية لبنان دولة من الدول الأعضاء. شايف راح أبعد إلى التحليل بأنه
كل سفير ياخذ منطقه تقسيم لا لا هذا موضوع كثير بعيد يعني هذا موضوع كثير بعيد عن مخيلة الواقع كبيرة. وبعتقد انه نحن يعني مش بوارد انه ننزلق الى هذا المستوى من التحليل عفوا مش عن حضرتك بس عن اللي عم بحللوا اللي في عندهم منطلقين اما منطلق ثأري واما منطلق تعصبي يعني تعصبي تافه يعني لا نتوقف عنده صح. وبالتالي الموضوع التحرك الدبلوماسي اللي حاصل هو ضروري ما بدك تنسي انه لبنان في ثروات وقلناها قبل هيدي نحن امام ثروات موجوده كمان جعل لبنان منفردا امام ثروات نفطيه وغازيه وغيرها بهالموقع استراتيجي للبنان بهذا الشرق جعله منفردا في ظل هذه الانقسامات الداخليه وبظل الفساد وبظل الانهيار المعيشي القائم ما بعتقد انه الدول ستقبل بهذا الموضوع ومن ناحيه ثانيه على لبنان صح. ان يتمسك بسيادته وان يعرف كيف سيواجه هذه التدخلات الخارجيه بقى بنشوف انه الامور الى تازم سواء على المستوى الحكومي وسواء على المستوى الاقتصادي والمعيشي وإذا ما في خطة داخلية اليوم ما في خطة إنقاذية داخلية اللي كان قبل وضعتها حكومة التصريف الأعمال حكومة حسن دياب ألا تصلح ولا لا تصلح يعني تبين أنها لا تصلح خلينا نكون واضحين هلأ نحن بنتمسك بهذه الحكومة أو غيرنا بيتمسك هذه الحكومة منعا من الانهيار الكلي ولأنه بدنا التغيير يكون من داخل المؤسسات ولابد ما أنه ما يكون في فراغ كلي وساعتها بنكون نحن فعلا عم نخضع لمؤامرات تفريغ البلد في ماكنزي في تفريغ يعني البلد من مؤسساته ليش ما بنبني عليهم يعني ستنا تلي طالما ما في اليوم خطة إنقاذية داخلية لكيفية النهوض بالبلد وليس هنالك من خطة واضحة خارجية لإنقاذ البلد لن يكون هنالك حكومة لأن على عكس ما عم بيصور البعض وما يضحكوا على العالم ما حدا قادر يحمل وزر الانهيار ما رح تجي حكومة وتقول أنا على عهدي حصل هذا الانهيار وهذا التفلت الأمني وصل الدولار لسقف 100,000 ربما أو أكثر وما حدا عارف شو الوضع اللي بده يكون إذا ما في رؤية واضحة لكيفية الإنقاذ لن يكون هنالك من تشكيل حكومة وعندك بعض التحاليل عم بتقول أنه سيبقى الوضع على حاله يعني بعض القراءات السياسية اللي بنحترمها وفينا كمان نتوقف عندها لنبحث مدى واقعيتها أو مدى صحتها على المستوى الداخلي والخارجي بيقولوا أنه اليوم الوضع سيبقى على حاله لمرحلة الانتخابات النيابية وبالتالي عندها الرئيس سعد الحريري بيعلن يعني اعتذاره عن تشكيل الحكومة وبصير في انتخابات نيابية عم بيعول البعض أنه الانتخابات النيابية هي التي ستنتج طبقة سياسية جديدة طبقة سياسية ما فيها رموز محطوط عليها علامات استفهام بالفساد أو متهمة بشكل مباشر بالفساد وستنتج طبقة جديدة هي رح تكون فعلا طبقة تخصصية طبقة إنقاذية البعض حتى بيعول على أنه السلطة الجديدة اللي رح تكون رح يكون فيها غير ممثل فيها المقاومة بشكل كامل على اعتبار أنه في نقمة على الواقع المعيشي وفي عندك ضغوط خارجية ولكن في رؤية أخرى بتقلك أنه إذا استمر الوضع على حاله وبعتقد أنه يعني أنا مقتنعة بجزء كبير بهذه القراءة المتواضعة أنه إذا بقي الوضع على حاله حتى انتخابات نيابية لن يكون فيه حتى انتخابات نيابية لن يكون فيه تعويل أنه المجتمع الدولي مصر على إجراءه يعني حيكون في ضغط دولي بهذا الإطار حتى حكي عن قصة قوة طوارئ وإشراف وقاعدة تجهيزها لإشراف على الانتخابات يعني كل هالموضوع يبدو مجهز قبل الموعد اللي هناك إصرار لعدم تغيير الموعد والانتخابات بشكرك جدا على السؤال رح أتوقف عن ثلاث نقاط موضوع الانتخابات النيابية بموعدها موضوع القوات الدولية لقوات الطوارئ لعدة أسباب أنا بقول لك موضوع الانتخابات أنها تجري بموعدها أكيد هذا مطلب داخلي ومطلب خارجي لأنه هو الأساس والركن الأساسي للإصلاح ما فينا نحكي بموضوع إصلاح ديمقراطي وإصلاح الجمهورية ووضع أسس جديدة للحكم دون أن يكون هنالك انتخابات وبالتالي هذا مطلب بديهي ولكن واقعيا هل هو حاصل هل هو قابل لأن يتحقق بظل الظروف القائمة أساسا بعض الأحزاب هل قادرة يكون في عندها تمويل عم بحكي أحزاب هل قادرة يكون في عندها تمويل أو قدرت حصلت على دعم خارجي وأنا بعتقد المشاهدين بيعرفوا كتير منيح عن أي أحزاب عم نحكي قدرت تحصل على دعم إذا دعم سياسي ما عم تقدر تحصل هل ستحصد على دعم مالي لتقود او لتجري انتخابات نيابيه هون 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 علامه استفهام كثير كبيره اما بما يتعلق بالقوات الدوليه هذا موضوع يستحق ان نتوقف عنده لعده اسباب البعض عم بيعتبر انه القوات الدوليه شقين
إما توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة الموجودة حالياً اليوم تحت ذريعة أنه في مساعدات إنسانية بدها تدخل، وهيدي المساعدات الإنسانية بدها تفوت عبر البحر وبدها تفوت عبر عدة يعني معابر وعبر عدة جهات وعبر عدة يعني جهات مانحة، وبالتالي لابد أن تكون مواكبة بحماية دولية إنقاذاً للشعب اللبناني. هيدي جهة عم تدخل من باب الإنسانة ومن الباب المعيشي لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة الموجودة هون، القوات الدولية يعني الموجودة هون. طبعا اكيد هذا سياسيا نحن بنعرف قديش اليوم في عندك جهات داخليه وحتى خارجيه امام كل موقف وامام كل حقبه تستغل هذه الحقبه لمآرب سياسيه. يعني عم بحكي اليوم الازمه المعيشيه وقت اللي صارت ثوره 17 تشرين، شفنا كيف نزل كل العالم ومن كل الطوائف نزلت للمطالبه بمكافحه الفساد وتغيير، وفجاه دخل عليها اشخاص وبلشنا نحكي بسلاح المقاومه وبلشنا نحكي باسقاط العهد وبلشنا نحكي بالتصويب على آه على على رئاسة الجمهورية وعلى بعض الأشخاص واستبعدوا آخرين. معروف وقتها مين كان عم بيمولهم ومين كان ما عم بيمولهم، ومعروف بنفس الوقت قديش كانت فعلا حقيقية الثورة يلي كان فيها فعلا الناس وما زال فيها فعلا الناس عم بتطالب بالإصلاح الحقيقي، ونحن منها نحييهم لأنه فعلا هن من اللحم الحي عم بيقودوا هيدي الثورة التغييرية سواء على الأرض أو حتى بعدة عدة وسائل عم بيطرحوا أفكار بناءة للتغيير. هلا في عندك الجهة الثانية اللي عم بتطالب أو عم تسعى عبر لجان نيابية بالخارج أو عبر غيرها لإرسال قوات دولية كمان، يعني ما بعرف أنه إرسال قوات دولية شو بيكون المخطط فيها لإنقاذ الاقتصاد تحت عدة ذرائع، أنه نحن اليوم الأزمة المعيشية قد تؤدي وتؤجج إلى تؤجج الشارع. يعني حماية الوضع الأمني، حماية الوضع الأمني خاصة أنه البعض، يعني كان بعض القراءات ومنا اليوم بعتقد صحيفة الأخبار يمكن أستاذ إبراهيم أمين كاتب أنه ضبط الوضع بإطار أو اهتمام السفارات اللي بتمثل الدول بأنه يكون في استقرار أمني ودعم القوى الأمنية أنه تضل قادرة تحمي الاستقرار الأمني كرمال ما يتمدد أو يكون في ثغرة لتمدد نفوذ حزب الله ويكون هو عم بسد هذه الثغرات الأمنية بالمحافظة تحت شعار أنه ما القوى الأمنية مش قادرة، هناك قوى حزبية ومنها حزب الله قادرة تقوم بهذا الموضوع. هلأ التحليلات عديدة، يعني سواء من جريدة الأخبار اللي نحن بنحترمها أو منتوافق معهم ببعض المسائل اللي كيفية بحللوا الوضع الداخل، في عندهم كتاب طبعا أكيد نحن منحييهم، ولكن بالمقلب الآخر في كتير من التحليلات ربما لا نتوافق معهم فيها وما منأيدهم فيها، خاصة بما يتعلق بكيفية مقاربة أو كيفية مقاربة قوة أو دور الجيش اللبناني ببعض الأحيان، يعني ببعض الكتابات اللي بتنكتب. هذا رأيه نحن بنحترمه، نحن مع حرية الإعلام وحرية التعبير، ولكن بدي أتوقف عند هالنقطة بالذات. صحيح يلي حكي أنه في بعض الهواجس اللي بينحكى فيها أنه قد يكون هنالك تمدد لحزب الله، ولكن مش هيدا هو هدف حزب الله وليس هذا هو ما يفيد حزب الله. خلينا نكون موضوعيين، يعني أصلا يعني لا التمدد هو هدف حزب الله ولا حزب الله بالأساس هو كان هدفه مع تقسيم لبنان، ولا أمنيا ولا بؤر أمنية ولا حتى تقسيمه كفيدرالية أو كونفيدرالية، لطالما كان الخطاب واضح على أنه لبنان دولة واحدة، دولة ذات سيادة، دولة مستقلة، ونحن قوتنا هي يجب أن تكون بالتعاون والتماسك والدولة ومؤسساتها، ولبنان أرض واحدة للجميع. وبالتالي هذا أساسا منه مشروع ومنه مشروع حزب الله ولا هو مفيد لحزب الله. من هالمنطلق هذا أنا بشوف أنه يلي عم بيحللوا بهيدي الناحية هن يستغلون الضغط الخارجي على المقاومة وعلى حركات المقاومة بكل الدول لحتى يستجلبوا قوات، بيعتبروا أنه هذه القوات الدولية فيما إذا حضرت اليوم نحن بنكون عم نضعف الموقف الحزبي أو الموقف المقاوم في لبنان. هلأ في اعتبارات عديدة لهذه التحليلات. نحن اللي بهمنا اليوم أنه لبنان أمام حالة انهيار كلي، يعني على المستوى المعيشي وعلى المستوى يعني الاقتصادي صح. وعلى المستوى السياسي المؤسسات كلها تتحلل مشلولة، يمكن اليوم ما يكون في قدرة للموظفين العامين أو حتى للقطاع الخاص أنه بكتير ميادين أنه يقدروا يستمروا صح. وبالتالي الإنقاذ أصبح واجبا، ولكن أن نطلب أنه يكون في حكومة للإنقاذ أنا بعتقد أنه هذا أصبح كمان مشكلة، لأنه دون إنقاذ راح يكون في حكومة، ومع حكومة ما في إنقاذ،
الإنقاذ، نحن بحاجة لمشروع، وهذا المشروع على القوى الوطنية وعلى القوى السياسية أنه تترفع عن مسألة الخلافات وعن مسألة الوجود وعن الخوف والهلع من الوجود ومن سيطرة ومن الهيمنة. كلهم عندهم ارتباطات خارجية، ما حدا بقى يقول في هيمنة إيرانية وفي هيمنة، كلهم عندهم ارتباطات خارجية، وبالتالي اليوم المصلحة الوطنية هي تسمو على المصالح الخارجية، وبالتالي أن يجتمعوا جميعا ويحطوا خطة إنقاذية هي الباب لتشكيل يعني الحكومة. ما رح تكون هي اللي رح تقدم السحر لحل الأزمة، يمكن تكون الباب لإعادة الثقة شوي، ويكون في مؤسسة رسمية من خلالها يصير في التفاوض مع الاي ام اف، عودة ضحكتي على قصة الاي ام اف، لأنه التفاوض مع الاي ام اف مش هو الحل. يعني بعدين شفنا انه كيف كان التفاوض مع الحكومة الحالية. شوفي انا يعني اليوم العالم ما بقى حابة التنظير ولا حابة انه نحكي بموضوع الشعر، حابة الواقع. هلا في اراء متعددة، وفي ناس بتسمع وفي ناس بتقتنع وفي ناس ما بتقتنع. انا شخصيا اجد انه حكومة تصريف الاعمال برئاسة يعني الرئيس الدكتور حسان دياب، اللي منكر له كل احترام، هذا رجل اتى من عالم اختصاص ومن عالم علم ليحاول انه يقدر يعمل شيء بلبنان، ولكن اعتقد انه استمرار حكومة تصريف الاعمال بعد انفجار مرفق بيروت بمهامة هي فاقمت من الأزمة. ما شفنا كيف في حلول للأزمة، يعني ما شفنا حلول انطرحت قدرت أعطت ثقة داخلية يعني وخارجية. هلأ هو بنرجع بنقول أنه الدستور في ثغرة لهذه الناحية. طب حكومة تصريف أعمال وما في حكومة مشكلة، وبالتالي شو المطلوب كان يعمل؟ الاعتذار عن المهام بيوصل إلى الفراغ الكامل، وبالتالي النتيجة لن تكون أفضل. إذا نحن كمان بنقرأ أنه الفراغات الموجودة بالدستور وكل هذه الثغرات الموجودة بالدستور بتوصلك لمحل أنه لابد ما يكون في مع الوقت مؤتمر تأسيسي لتعديل هذه إعادة النظر بالدستور. لإعادة النظر بالدستور. إذا نحن اليوم أمام مشكلة، المشكلة نحكى عن توافق وقت اللي بلشت المبادرة الفرنسية، وقت اللي بلشت بعض المبادرات نحكت عن توافق، التوافق الداخلي غير موجود، مفقود. إذا نحن أمام سيناريو إما الفراغ الكلي وأما الفوضى الكلية وحتى تفلت أمني، وساعتها بيوضع الجيش اللبناني بمواجهة الشعب، وهيدي الكارثة الكبرى اللي لا الجيش اللبناني بيتمناها ولا نحن بنتمنى هذا الموضوع لأهالينا اللبنانيين من كل الطوائف ومن كل المناطق انتموا، ولا بنتمناها حتى للجيش، ولكن طبعا اكيد يعني الاعداء بيتمنوها قد ما فيهم يشكلوا يكون في فوضى بلبنان، ما راح يقولوا لا. هيدا السيناريو بنتمنى انه يكون بعيد صح، وانه ما يصير وما يكون في طوابير خامسه تدخل. مشان هيك اليوم كل النظر هو الى مؤسسه الجيش اللبناني اللي هي فعلا حاميه الوطن واللي كثير عم بيكون في ضغوطات عليه، وهذا التركيز على دعمها يعني للاسف وصلنا لمرحله انه بدل ما يكون الدعم بتسليح الجيش اللبناني باسلحه نوعيه وبتطوير سلاح البحري والسلاح الجوي وتطويره ومده بالصواريخ، صرنا عم نحكي عن الامن المعيشي الفردي للعسكري، انه كيف نقدر نامن له مواد غذائيه او انه يقدر يكون في عنده دعم، مش بس ليبقى لي. يعني هلا في كثير ناس ما بتتخلى، هي بالنسبه لها البدله هي رافعه وطن، وهي ولا ممكن انها تقدر تتخلى عنها. يعني هذه مثل ما في هي عقيده كمان، عقيده صحيح. وطنيه عند الجيش التضحيه بالنهايه والوفاء، بالنهايه في استمراريه، ولكن في استمراريه يعني. عائلات وفي استمراريه حياه. من هيك صرنا عم نشوف انه نحن رحنا محل ثاني اللي هو كيفيه تامين الامن المعيشي الفردي للعسكري حتى نوصل للامن، يعني تكون هالمؤسسه الامنيه بعدها قادره انها توقف. اما السيناريو الثاني هو حكومه انتقاليه، عم ينحكى عن حكومه انتقاليه وهنالك نو حكومه انتقاليه، مش حكومه انتخابات، يعني حكومه انتقاليه شكل حكومة 2005 هي حكومة انتقالية للانتخابات النيابية، توضع بعض المشاريع الإنقاذية، وممكن أن تكون يعني ذات طابع عسكري أو عسكرية أم لا. كمان هذا موضوع كتير خطير، لأنه زج المؤسسة الأمنية وزج الجيش بظل اللي عم بيصير بالوضع الاقتصادي وهيدي الضبابية حول واقع الليرة اللبنانية، زج الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى بالمواقف السياسية وبالقرارات السياسية، هو قد يكون ضربة قاضية يعني كمان
لهذه المؤسسات، وبالتالي لابد ما أن يكون هنالك حل داخلي بالتوافق بين كل القوى السياسية والقوى المدنية، أو للأسف يعني التدخل الخارجي سيكون أكبر بكثير، إما تدخل عسكري وأما تدخل سياسي مباشر بتوافق دولي. ولا أستبعد أن يكون خلط الأوراق بالمحاور، تدخل في دول عربية ودول هي صديقة للمحور المقاوم ودول محور المقاوم. عندي بعد هيك سؤالين بهيدا المحور قبل ما ننتقل لمسألة التحقيقات وتفجير المرفأ وكل هالمواضيع، ولكن ناخذ فاصل ونتابع حديثنا. شكرا. معك أستاذة ساندرا اللامرهش. مشاهدينا فاصل وراجعين. عودة مشاهدينا لمتابعة هالحلقة من رح نبقى سوا، ودايما مع ضيفتي الباحثة القانونية والسياسية الأستاذة ساندريلا مرهج. مساء الخير من جديد وأهلا وسهلا فيك. رح نتابع من حيث توقفنا قبل الإعلان بمسألة ترقب انعقاد مؤتمر دولي ربما كما يحكى، ومثل ما تفضلتي من شوي إنه عم نطرح، ما هيك؟ عم نطرح يعني عم نطرح، عم نقول إنه اليوم مثل ما تفضلتي قلتي إنه ايه ليش لا ما يكون في قبل ما يكون دولي داخلي مؤتمر داخلي محلي وطني، مؤتمر وطني يكون في كل مكونات الوطن على المستوى السياسي والاقتصادي، مش عم نحكي رموز احزاب فقط ولكن قوى وطنيه، يعني سواء كانوا جماعات او حتى مؤسسات او افراد. يكون في مؤتمر وطني لوضع خطه، تطلع هذه الخطة بخارطة الطريق للإنقاذ، تكون هي هذه الخارطة التي يبنى عليها لكيفية الحصول على الدعم الخارجي. وما عم بحكي عن التسول المادي ولكن عن الدعم الخارجي للحكومة اللي بدها تكون موجودة، إنه هذه القوى الوطنية تتمنى على الحكومة التي ستتشكل أن تحمل بشكل أولي هذه المبادرة وهذه التوصيات وهذه المقررات كأبواب للإنقاذ اللبناني. مش كله تعويل على الأمف والبنك الدولي، يعني بكفي لبنان 70 و80 مليار و100 مليار دين، ما هيدي المؤسسات كلها عم تاخدك على الدين، والدين بده يوصلك لكيفية يعني إيجاد إيرادات لسد الدين. بدنا نرجع لموضوع الضرائب، بدنا نرجع لموضوع عقود جديدة تتعلق أو اقتراحات جديدة تتعلق ببعض بيع أملاك الدولي. في أمور أساسية بدنا نتوقف عندها مهما حصل من انهيار. بيع أملاك الدولة ممنوع، التعرض للذهب ممنوع، التعرض حتى لأموال الاحتياطي أكثر من هيك مدعين. كمان ممنوع، الثروات الموجودة بلبنان ممنوع تبديدها، هنالك العديد من العقود وأشكال العقود التي يمكن أن تعقدها الحكومة اللبنانية مع جهات خارجية لكيفية استفادة جميع الأطراف من الثروات فيما في لاحقا، يعني إذا بدنا نستخرجها. في عندك جهات مانحة خارجية تعرض على لبنان، عم بحكي روسي إيراني صيني وأكثر، حتى فرنسي وألماني، وقلصرنا إلينا أكثر من مرة. من واجب الحكومة اللبنانية تحت طائلة المسؤولية اليوم أنه هذه العروض تدرج بشكل رسمي على يعني هلأ ما في عنا حكومة، ولكن الوزراء المعنيين ممكن أن يوضعوها بشكل رسمي داخل ملفاتهم الرسمية الأساسية لبعدين تنطرح على التصويت وعلى البحث فيما إذا كانت فعلا هي مجدية أو غير مجدية. ولكن أن يبقى الموضوع هيك بإطار اللقاءات الثنائية واللقاءات الثلاثية، بيجي فريق عراقي من هون فريق روسي من هون، فريق يعني. هيدي كلها ما بتفيد. اليوم في دولة، نحن أمام دولة، هيدي الدولة في عندها مصلحة، مصلحتها اليوم هي كيفية إنقاذ الواقع الاقتصادي، وإلا رح ينهار الواقع الاقتصادي، رح تنهار سيادة لبنان، ونحن قاعدين بعدنا عم نتفرج وعم نحكي. بهالأسبوع ترقب لما ستقول عليه الأمور بموضوع مؤتمر فرنسا الثالث لدعم لبنان، أكيد بيوصل بكرة المكلف بمتابعة هالموضوع باتريك دوريل، و لقاءات بلشت من اليوم مع الجانب الفرنسي. منعول على هذا المؤتمر، رح يكون مؤتمر إنساني ليس مؤتمر سياسي. لجاوبك سريعا بثلاث مسائل. اولا فعلا هو مؤتمر انساني مثل ما تفضلتي وقلتي، وكان في مواقف فرنسيه على مستوى وزاره الخارجيه واضحه انه طالما ما في حكومه يعني المساعدات لن تكون على مستوى الدولي، سيكون هنالك مساعدات إنسانية طبعا أكيد هي رح تكون مسلمة إلى الجيش اللبناني ليكون مشرفا عليها. كان في توصية من اللجنة النيابية الفرنسية بضرورة تشكيل قوات طوارئ دولية بشكل سريع إلى لبنان، ما بعرف هذا الموضوع لأنه بعده بإطار التوصيات. نحن بالنهاية بنتمنى أن لبنان يضل
لبنان يعني سيد نفسه، يكون في مؤسسات وتكون يعني المؤسسات يعني هي اللي قادره تحمي. ولكن عم نحكي ردا على المؤتمر، شو صح. شو النقاط اللي هي مطروحه؟ اما اكيد هيدي موضوع الاعانات والمساعدات ستسلم اما للجيش اللبناني مباشره لتوزيعها على اللبنانيين وعلى المواطنين، اما سينشا صندوق، هذا الصندوق هو صندوق الاعانه الانساني للواقع اللبناني لحتى تتقدم له، وهو طبعا كمان رح يكون تحت اشراف الجيش اللبناني، لانه اليوم بنشوف انه ما في ثقه دوليه باي مؤسسه وباي وزاره وباي شخصيه لبنانيه وباي حزب الا بمؤسسه الجيش اللبناني. يعني طلعت شويه اخبار نتيجه المساعدات اللي يعني وصلت للشعب اللبناني من خلال جمعيات الان جي اوز يعني اللي توزعت كمان في ما بدنا نتهم ما بدنا نتهم ايه لا عم نحكي ما يعني ما إيه تم صحيح. تناقل صحيح. وليس صحيح. يعني صحيح. اذا خلصنا الرد على موضوع المؤتمر، رح يكون مؤتمر انساني وهيدي هي الصوره اللي شايفينها لموضوع المؤتمر. اما بما يتعلق بالان جي اوز، انا ضد بعض يعني الاتهام لكل الجمعيات اللي بتعمل بمجال الإنساني وبمجال تنمية صح. المجتمع، اتهامها على أنه هي مدسوسة أو أنه هي تتمول لنشر يعني أمور غير أخلاقية أو لنشر أمور غير وطنية، أو هي بتسعى إلى قلب المجتمع. طبعا أكيد هنالك جمعيات هي أداة لمشاريع اكبر من الواقع الاجتماعي، ولكن في جمعيات بتنشط على الارض بتشتغل. شفناها قديش بتشتغل بالواقع الانساني، يحيوا يعني على الجهود اللي بيقوموا فيها، لانه اليوم الجمعيات الاهليه، الجمعيات غير الحكوميه هي تقوم بادوار كان من المفترض على الدوله انها تقوم فيها صح. بالعديد من الميادين، عندك المسنين، عندك المرضى، عندك الاطفال، عندك المدمنين على المخدرات، موضوع السجون، موضوع البيئات اللي هي اشد فقرا، عندك موضوع ذوي الاحتياجات الخاصه صحيح. موضوع تنميه المناطق الريفيه، موضوع تنميه المشاريع الزراعيه والصناعيه، المجالات حتى على المستوى الفكري والثقافي. يعني انا رئيس جمعيه وبعرف عن شو عم نحكي، قديش بنعاني، قديش بعد في مناطق بلبنان محتاجه فعلا للعديد من المشاريع، حتى الجمعيات بتعاني انها هي مش قادر انها تقدر حتى تقوم بكثير من انها كثير تقدر تقوم بالمشاريع اللي هي يمكن ضميرها او رسالتها الانسانيه بتفرض عليها انها تقدر تقوم فيها، اما لعدم يعني ما في احتضان كبير من الدوله اللبنانيه للعديد من الجمعيات الأهلية. عم بحكي أنه قديش بدها تساعد وزارة الشؤون الاجتماعية، أو حتى هذا الشك اللي عم ينبث بالمجتمع أو هذه الريبة اللي عم تنبث تجاه الجمعيات الأهلية. وأنا ضد هالموضوع، لأنه في جمعيات حتى وغير NGOs، عندك كثير من الناشطين ومن الأهالي ومن العالم عم بتقوم تخنيك. أنا بدي أسألك سؤال، طب اليوم كل الأحزاب وكل القوى السياسية عم بتقول نحن بمناطقنا وببيئاتنا، واليوم سمعنا كمان الوزير جنبلاط انه التكاتف والتضامن هو اساس. طب ما التكاتف والتضامن هو عمل اهلي سواء كان عبر مستوى جمعيات، وهذا الحديث وهذا الكلام هو بكل البيئات ولدى كل الطوائف ولدى كل الزعماء، بيروحوا على مناطق مسيحيه او على مناطق شيعيه او سنيه او غيرها، وبيكون هو كل الكلام هيك انه نحن التكاتف والتضامن هو واجب ضروري، وهو فعلا واجب وهو فعلا ضروري للنهوض بالازمه، انه العالم تتكاتف مع بعضها. طب ما هذا عمل اهلي بيقوموا فيه احيانا يعني مجموعات احيانا اهالي قرى، احيانا اهالي بلدات، احيانا بيقوموا فيها جمعيات. وانا بقول لك ببعلبك الهرمل نحن بنشوف ببعلب مثلا احدى ما حدا يفكر انه هلا عم بعمل دعايه انتخابيه، ولكن هيدا ما في يعني ولكن في واقع انساني كثير صعب بالعديد من البيئات، خاصه بمناطق الاطراف مثل عكار، مثل طرابلس، مثل حتى بمناطق جنوبيه، بمناطق الجنوب، ببعلبك الهرمل. طب ما في عندك مناطق لغايه اليوم حدا بيعرف انه ما عندهم مي ليدوروا تيسحبوا، ما في كهرباء ليدوروا المي ليسحبوا موتورات، في مناطق اساسا ما فيها مي بقى بالابار، بيعرفوا انه في ناس مش قادره تبعت اولادها على المدرسه نتيجه يعني مش قادره حتى تدفع للمدرسه الرسميه 300,000 وال 400,000 وال 500,000 اللي هي، يعني في عندك حالات انسانيه كثير صعبه، ولا بنك دولي رح يقدر ينقذها، ولا صندوق نقد دولي رح يقدر ينقذها، ولا حتى التكاتف والتضامن بين الاهالي وبين البيئات وبين الجمعيات رح تقدر تنقذها، ولا احزاب رح تقدر تنقذها. يا عجيبه الهيه رح تنقذ هذا البلد وتنقذ اهله، واكيد رح يصير في عجيبه لانه لبنان بلد قديسين وانبياء ورسل، او في كمان يعني بالتوازي مفروض يكون في عمل داخلي وطني انه كل القوى السياسيه تقدر تلاقي
إنقاذ الواقع الاجتماعي وكيفية وضع خطط للتنمية، النوع من الإنماء المتوازن بين المناطق، وإلا ساعتها ما يجوا يقولوا ليش إجا الخارج، لانه ساعتها فعليا رح يجي الخارج شئنا ام ابينا، مش لانه احنا بدنا له الباب، مش يعني لانه احنا بدنا تقعصنا. لان هيدا هو الواقع التاريخي لكل الدول اللي بيظهر فيها ثروات، يفقر الشعب، يفتقد الشعب الى اليه النهوض، يتقاسم يعني السلطه وبصير في تقاتل على السلطه وبصير في خراب بموضوع الرؤى السياسيه والرؤى الطوائفيه وغيرها، وبالتالي ياتي الخارج ليحكم وليستغل الثروات. نحن امام فرصه تاريخيه، اما سننهض بنفسنا بالبلد، اما فعلا وقلت وكتبت على تويتر وقلت اكثر من مره انا اخاف على سياده لبنان. أنا أخاف على سيادة لبنان. أخاف على سيادة لبنان. الموضوع ليس بعهد الحرب. ولا بوجود مسيحي ولا بهيمنة إيرانية ولا بهيمنة خليجية ولا بهيمنة. اليوم في بلد ينهار، الشعب اللبناني هو فعلا عنده قوة وعنده قدرة وعنده طاقات أنه يقدر ينهض، ولكن في منظومة سياسية، منظومة فاسدة، منظومة متسلطة سليطة تحكمت بهذا البلد، والمنظومة السياسية عم بحكي حتى منظومة سياسية خلينا نقول على مدى طويل، لما حدا يقول عم بوجه السهام بشكل مباشر ولا ان كان يعني ما فرقاني معنا بقى فينا نحكيها، في عندك منظومه سياسيه اقتصاديه ماليه امنيه مصرفيه وحتى اعلاميه كلها متكامله مع بعضها لحتى تنشر الخراب ولحتى توصل لبنان للخراب. هيدي المنظومه اما هي ستتنحى عن السلطه او رح توعى على انه سياساتها كانت فعلا تخريبيه وسيخرب لبنان وهي معها، وانها تقدر تجدد بموضوع كيفيه انقاذ البلد وانه هي فعلا توصل لمرحله العفه وتوصل لمرحله تتقاعد. التوبه او تتقاعد وتجي سلطه جديده تحل محلها توضع لهيدا البلد خطه انقاذيه فعليه، او نحن رايحين لانهيار كلي. وانا بقول لك انه ايه فعلا اخاف على سياده لبنان، مش موضوع وجود طائفه بقى بقدر ما هو وجود لبنان على هذه الخريطه. افلش بلد ممكن ينمحى بلد؟ ايه اكيد بينمحى بلد. اليوم وقت اللي بيصير في عندك، معلي خلينا نكون واضحين، اليوم وقت اللي بيصير في عندك مشروع دولي على تقاسم، اذا كان في داخل تخانقوا لما على مدى عقود على تقاسم السلطه وبفتره التوافقيه قدروا وزعوا السلطه، اليوم في خلاف على تقاسم السلطه وعلى كثير رؤى، اذا اجى الخارج وتقاسم هذا البلد من ناحيه الثروات، كيف بيصير في عندك تقسيم خارجي بالسلطه بلبنان؟ وكيف بيكون مؤثر بالداخل؟ كيف بيكون في عندك توزيع مناطقي؟ وكيف ممكن انه يكون في بعد سياده لبنانيه؟ هالبلد الصغير هي اللي يعني الضيعه بحي الله دوله كبيره قاعدين بدهم يقسموا فيه ويروح هون. ارتباطا بالثروات اللي بينت، يعني بس حكينا عن نفط وثروات نفطيه وغازيه، شوفي يمكن صار فيها هالقد اطماع من خلال يعني، وارتباطا ما بعرف اذا عم بحلل مزبوط، هل المنظومه القائمه من سنوات واللي يعني هدرت وفسدت والى ما هنالك سيتم التعاون معها من جديد من قبل المجتمع الدولي لتقاسم هذه الثروات مثلا؟ ما تستغربي، لانه السياسه هي قائمه على مصالح دائمه وليس صدقات دائمه. صحيح؟ هيدي قاعده مفروغ منها. وبالتالي اللي بدي اقوله انه يمكن شوي بالسياق التاريخ السياسي، طب ما كثير من امبراطوريات اختفت وسقطت وراحت وتغيرت، وكثار من اتحادات دوليه سقطت وتغيرت، انه صعب على لبنان لا سمح الله انه يقدروا يمحوا يعني عن الخريطه بتوزيع جغرافي معين، لم يستطيعوا ان يحققوا هذا المأرب عسكريا عبر الاعتداءات والعدوان الاسرائيلي. ونحن اليوم 12 تموز وهيدي ذكرى الاسرائيلي، وهيدي ذكرى كثير قليمه وبنفس الوقت ذكرى مجيده. اليوم ذكرى عدوان اسرائيلي 15 سنة من عدوان اسرائيلي على لبنان، دمر ما دمر، طب دمر الضاحيه الجنوبيه وقصف مناطق خارج الضاحيه الجنوبيه، من هنا دمر بلبنان، دمر بلبنان، دمر، قتل، خرب، هجر، في ناس بعدها دماء بالارض. وما بدي احكي عن المآسي هلا لما نتاثر ونأثر المشاهدين، بس طبعا اكيد تحيه للشهداء،
يلي هن فعلا يعني ان شاء الله ارواحهم بتساعدنا على النصر الكبير. وطبعا اكيد الجرحى كمان يلي هن من 15 سنه لليوم في كثير ناس بعدها جرحى جروحهم عليهم، في كثير ناس تشردت. طيب صار في دعم ايراني وعمر وبنيه الضحيه، ما هذا دعم للبنان انه بنضحي هون ضحي هلا بست دقائق جينا بنضحي لهون. يعني صح. يعني 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 موضوع ما بعرف ليه لبنان بهيدا التقسيم الفكري وين عم ياخذوه. يعني ما بعرف نحن بعدوان تموز بال 2015 انه انتصر لبنان، نصر للبنان، انتصرت المقاومه واهدت هذا النصر للبنان، انتصر لبنان على عدوان الاسرائيلي، ولكن نحن بعدنا امام عدوان اخر، امام تحديات. طب ليش ما عم يقروا انه واقع احتلال لبنان وتقسيم لبنان وتفريغ لبنان من شعبه ومن ثرواته ومن مؤسساته وانحلال الدوله وانهيار الدوله ووقف كل جسور المد؟ يعني كانوا قبل عم بيقصفوا تحت زريعة انه المد العسكري والمد السلاح، اليوم بدهم يوقفوا كل جسور المد الاقتصادي، المد النقدي، المد المالي، بيجوا بيعطوكي مشاريع للانقاذ صينية، ما رح اقول ايرانية لانه في فوبيا، ايرانوفوبيا هلا، في عندك مثلا مشاريع صينية، مشاريع روسية، مشاريع حتى من دول، انا بقول لك في دول عديدة عم تطرح مشاريع حتى من امريكا الجنوبية وغيرها ومن اسيا، وبيطرحوا مشاريع بيجوا بيقولوا لك لا نحن ما فينا، هيدا شو هيدا؟ ما هيدا قصف، هيدا مد للجسر، هيدا قصف للجسر الاقتصادي، نحن بعدنا تحت عدوان، في خارج معتدي علينا، في خارج لا يريد لهذا الوطن ان ينهض، في داخل متآمر مع الخارج وفي داخل غافل. في داخل متآمر وفي داخل غافل متخلي، متخلي داخل عايش بالماضي، عايش بالسقر، عايش بالصراع الوجودي، عايش بالصراع الطائفي، بعده يعني بيتوهم لك انه بدهم يجوا اهل ما بعرف من وين، الشيعة بدهم يقعدوا محل السنة والسنة بدهم يقعدوا محل المسيحية، بعد في هيدا الهاجس الدين افيون الشعوب والدين في لبنان للاسف، بدل ما يكون هذه الارض المقدسة هو الدين هو رسالة مثل ما اراد البابا، وهلا بنحكي عن دور الفاتيكان، مثل ما أراد البابا للبنان أن يكون الدين هنا رسالة، الدين أفيون هذا الوطن. مش عم بحكي عن الرسالة السماوية، عم بحكي كيف يستخدم الدين، استغلال يعني تحت مما يسمى ماركسية. لما يتهموني بالماركسية بشكل كامل، ولكن هذه المقولة أنا معها بمعنى يعني كان حتى يعني حتى كارل ماركس رجعوا بعدين قالوا هو لم يكن ملحدا، ولكن كارل ماركس تحدث عن كيفية استثمار الدين لضرب الشعوب، ونحن بلبنان هيدا اللي عم بيصير فينا. حتى وصلنا لمرحلة للأسف مثل ما تفضلتي وسألتيني بالسؤال اللي كنت عم تقولي أنه بعدها في ناس عم بتفكر كيف ممكن يكون البلد مقسم مناطقيا وطائفيا، لأنه عايشين بقوقعة. هيدي ناس هي الضفادع. طيب بيتهموا الأبطال بس بإذن منك، بإذن منك ست نتاليب، في ناس طلعت حكيت أنه المقاومة والسيد حسن وما بعرف مين، وعطوا تفاصيل أنه قاعدين ما بعرف وين بمغلقين ومغلقين، ونحن اللي نحن مع المحور المقاوم أنه مغلقين على حالنا وما عم نقشع الانتصارات اللي هي للمشاريع الغير بمحورنا. أنا بقول لك هن الضفادع وهن القاعدين بمستنقعات وهن المخربين وهن المجرمين، لأنه هن مقوقعين فكريا، ما عم بيشوفوا غير العصبية السأرية والعصبية الدينية، وما عم بيشوفوا كيف يمدوا إيدهم لخيهم الإنسان بالوطن، وما بيقولوا مبروك حتى للانتصار، وما بيتأثروا للشهداء اللي سقطوا بعدوان 12 تموز، بعدهم بيكتبوا بيقولوا عنهم قتلى. هون في عقب تسمحي لي بإطار رأي مقابل، فعلا المقاومة تحترم وهي اللي خلتنا واليوم نحن ب 12 تموز، تحية لأرواح كل الشهداء اللي سقطوا. قصة التقسيم والفيدرالية بما معناه أنه يعني يبقى كل حدا مرتاح بمطرح، خصوصا أنه كمان أخذ على السيد حسن نصر الله تحديدا عندما وقعنا بهذه الأزمة قوله بأنه شعبي أنا ما راح يجوع قد ما تسكرونا، نحن ما عندنا مصاري بالبنك، وكأنه البعض فهمه أنه يصير شو ما يصير عليكم انا مأمن جماعتي. هذا نوع مش من كمان تقوقع وتقسيم واعتبار ووضع بإطار انه جماعتي مأمنة من بعد شو ما يصير ما فرقان. شوفي هلا اليوم مثل ما بيقولوا في عندك الوان، كل عين بتشوف اللون شيء، يعني حسب كيف بيقرا الخطاب الشخص.
يلي قريوا هذا الخطاب بهذا المنحى هن شو ما حكي قال السيد حسن، يعني ما في داعي بقى للرد عليهم. وفعلا نحن يعني كمان احيانا بتقولي ما في داعي للرد، لانه شو ما حكيتي شو ما حكيتي رح تضلك محلك، خلص رح تضلك محلك، يعني ما في داعي للتفسير. انا برجع بقول لك شغله، اليوم وقت اللي بيكون في عندك، ما بدي مني بمعرض دفاع لما اكون دائما عم بكون او يقولوا عم بكون بمعرض دفاع، عم نحكي بقراءه وطنيه، عم نحكي بقراءه وطنيه. اليوم وقت اللي بيطلع حزب او وقت اللي بيطلع شخص او وقت اللي بيطلع زعيم بيقول لك انا مع الدوله واطلب من الدوله واطلب من الدوله، وعم نقول في ايادي عم تمتد ولاقوا حل ولاقوا حل وما في حل بالدوله، وقت اللي الدوله ما عطوها سلاح لحتى تقدر تقاوم، وقت اللي الجيش ما عطوه سلاح ليقدر يقاوم، كل دول العالم عملت حركات اللي هي حركات مقاومه واصبحت حركات مشروعه وشرعيه، وهذا بالقانون الدولي واضح. اذا بالمقلب الاخر وقت الدوله ما عم تعطيكي بتعيشي، وقت الدوله ما عم تعطيكي لتتنفسي، وقت الدوله ما عم تعطيكي مي، وقت الدوله ما انها موجوده، وقت اللي اجوا شو ما حكيتي عم بيحملوا فريق واحد بس المسؤوليه وما بيشوفوا هن شو عملوا، اصبحنا بمرحله تقاذف اتهامات. طب ما هو كمان السيد حسن ما هو قائد حزب، ومن حق الحزب انه هو يقدم مساعدات لجماعته، يقدم مساعدات لاهله، يقدم مساعدات لمنطقته، حزب. طب مين قال الاحزاب الاخرى ما تامن؟ يعني انا ما بعرف هذا الخطاب ليش بده ينقرا بمفهوم انه نحن ومن بعد الطوافين، ما قال لهم من بعد الطوافين، كان خطاب تحذيري، قال لهم يا جماعه الخير اذا انتم مفكرين انه بالحصار الاقتصادي الخارجي وبالتواطؤ الداخلي وبالضعف اللي عم بتقوموا فيه بالداخل انتم قادرين تحاصرونا، انتم مش قادرين تحاصرونا. نحن شعبنا مش حصار بس، نحن شعبنا نتيجة فساد كمان يحسب على. بس انا جدا على سؤالك خليني كفي اعملي معروف ستاتي، انا اللي بدي اقوله انه اليوم هو هيك كان اطار الحديث. أوكي. طيب نحن بنسال سؤال مقابل، وين هي الاحزاب الاخرى ما بتقدم لشعبها؟ انا فيني اعرف الاحزاب تنقول هيدا حزب شيعي، طيب هو اصلا حزب وطني لانه اكبر من موضوع طائفي، لانه بتعرفي انه في كثير طوائف هي صحيح يمكن منا حزبيه او منا ممتسبه، ولكن في اصدقاء وفي حلفاء وفي اصدقاء الاصدقاء والى ما هنالك. طيب الاحزاب الاخرى، وعم بحكي عن الاحزاب المسيحيه تحديدا يا عمي والاحزاب السنيه كمان وحتى احزاب شيعيه اخرى غير ما عندها تمويل، يمكن حزب الله عنده حظوه انه ايران تمول. طب ما قادرين يعملوا تمويل، هن بالحكم وهن السياسه وهن مجلس النواب وهن الحكومه، ما قادرين يلاقوا يعني افاق لمساعده شعبهم، ما قادرين يلاقوا افاق لمساعده شعبهم الجوعان، ما قادرين يلاقوا طريقه يجيبوا فيها مازوت وبنزين، يعني ما قادرين يلاقوا طريقه يجيبوا فيها اعانات، ما قادرين يامنوا مدارس مجانيه، ما قادرين يعملوا مستشفيات ويعملوا مستشفيات مجانيه، ما قادرين يعملوا تعاونيات. بس طب مش كمان يعني في شيء كمان في شيء اصبح يعني بمحل توافقي على قصه انه كل حزب يقوم بجماعته. لا انتبهي انا لا. ما عم بقول اصمنا بطريقه ابدا، هيدا مش موضوع تقسيم. لا مش موضوع تقسيم. موضوع شو؟ لا بس هيدا يعني نموذج دولة طبيعية انه كل حزب يقوم بجماعته. ما نحن عم ناخذ على حزب الله هذا القول، مش الكل يحدي حزبه. لا حضرتك قولتيني ما لم اقله. لا. لانه قلت انا قلت بغياب الدولة. أوكي. بظل غياب الدولة، طيب انت عندك بدولتك ما عم بتجيب لك مي وما عم تعطيكي كهرباء، وعندك عائلتك الصغيرة ما بتضوي لها شمعة، تقولي لهم انا دولتي والله ما عطتني، بضل قاعد بدق على صدري وبنطل دولتي. انا عم بقول انه بظل غياب الدوله البدائل هي بالنهايه امر محتوم سواء على المستوى العسكري ولا سواء على المستوى الاقتصادي والمعيشي، مش هيدا هو المطلوب. بس نحن عم نحكي انه هيدا باطار التكافل والتضامن بيكون موجود، بالنهايه هيدا حزب، انا ما بدي يعني هن هيدا حزب، هن فكروا انه جماعتهم بدهم يقدروا ينقذوهم، بيجيب لهم لانه انقذوا الفساد ودعم. طيب عم بيجيب لكم حلول يا عمي، عم بيجيب حلول للدوله، ليه ما عم بلوا فيها؟ يعني ما بتكون هي كمان يتعامل ناسه انه ما عم بفهم انه جاب حلول، اجت ايران قالت بدي اعطي سلاح ما بدهم، اجت روسيا قالت بدي اعمر مرفق بيروت ما بدهم، اجى الصين قال بدي اعمل سكك حديد وبدي اعمل ما بدهم، طب شو بنعمل يعني؟ كمان مفروض يقعدوا يجوعوا. هو مش حزب شو بيعمل؟ واكثر من هيك انا بقول لك حتى حزب الله مش قادر يغطي مساعده كل بيئته، ولا قادر يغطي كل مساعده كل المناطق اللي هو في عنده محبين فيها، ولا قادر حتى في ناس هلا هي مع المقاومه مش قادره تاكل، يعني اليوم كمان واذا واحد قاعد بلبنان بده يعمل سياسه داخليه وسياسه خارجيه ناطر كل يوم والتاني السيد حسن شو بيقول، لا اطلع تاني يوم اقول ها هبط البلد لان قال هيك، ما مش هو لحاله بالبلد، ما في غيره، وين انه حكي
بيحكيوا عن القضاء والقضاء والقضاء والقضاء، اجى القضاء بده يحكي، صرنا بدنا نقوم نوقف شغل القضاء، بدهم يحكوا عن مرفق بيروت، ومرفق بيروت استراتيجي، ومرفق بيروت دمروا مرفق بيروت ورح يوقف مرفق بيروت، وخلصت الدنيا بعد ما حدا عم بيلاقي حل لمرفق بيروت. بس في حل المؤسسات الدولية الحقيقة القاضي بيطار يعني غاص منيح ويعني ولافت خطوطه بالاستدعاءات اللي صارت. يعني هون رجعنا لقصة المماطلة ولجنة برلمانية وتدرس إجراءات طبيعية قانونية، أم البعض هيك يطرح علامة استفهام بأنه إطالة ومضي على الوقت لنوصل لمطرح أنه نسوف التحقيق. شوفي للأمانة العلمية حتى القاضي صوان قام بواجباته، نحن ما فينا نكون يعني نحن اليوم ما فينا نمشي كأصحاب اختصاص نمشي مع الترند. يعني اليوم صار إجا لأنه الرئيس بيطار منقول الرئيس بيطار ماشي صح، الرئيس صوان كمان كان ماشي صح. يعني من الناحية القانونية كمان الرئيس صوان كان ماشي صح والرئيس بيطار اليوم ماشي صح. هيدا عم بحكي كقراءة قانونية علمية. هلأ بيصير في موضوع خلاف على الحصانات، ترفع الحصانات أم لا ترفع الحصانات، بيكون في احترام للإجراءات القانونية أو لا. لغاية الساعة صدر موقف من الرئيس طبيعي بري، قال هذا رئيس مجلس نيابي، موقف واضح لحتى ما يكون في اتهام، صحيح. علما أنه في أشخاص هي تعتبر أنه هي من ضمن يعني فريقه السياسي، هي كمان مستدعى تما أقول متهمة لأنه لغاية اليوم هن مستدعين لحتى يدلوا بإفاداته، ولكن هن في عندهم حصانات معينة. لغاية هلأ الرئيس بيطار احترمها. أنا بهالإطار طالما تفضلت حضرتك بالسؤال ما بدي غوص كتير لأنه نحن مش بواقع هلأ شرح قانوني، ولكن بدي أقوله بشكل عام مش على هذه القضية فقط. اليوم نحن أمام جريمة تتعلق بكارثة مجزرة اللي هي كبيرة على صعيد الوطن، صح. ممكن لقاضي التحقيق أن يبدأ من نقطة الصفر، يعني من نقطة انفجار مرفق بيروت، ويستدعي كل الأشخاص اللي هن موجودين بالسلطة أو بمراكز مسؤولية أو بمراكز يعني مرتبطة ارتباط مباشر بانفجار مرفق بيروت لحظة حضور الانفجار بيرجع لورا. يعني البعض اليوم عم بيقول ليش بده يستدعى رئيس الحكومة الحالي ويستدعى فلان وعلان وهيك، وليش بده يستدعى فلان ما يستدعى هوديك من سنة 2013 و14. أفهم السؤال، ولكن للتوضيح العلمي يبدأ عادة بالتحقيق من لحظة وقوع الجريمة ورجوعا. يعني هلأ أدرح جاوب بس أنت اليوم يعني حدا هلأ يرتكب لا سمح الله يفوت يرتكب جريمة، ما بعتقد أنه قاضي التحقيق رح يرجع يشوف من أسبوع مين فات على الأو تي في. بدي أشوف هلأ مين في بالأو تي في هلقد حجم الخبرية، يعني بلحظته مش هلقد العودة يعود للوراء ويعرف كل تفاصيل. يجب عليه أن هو يعمل على استكشاف كل مفاصل ووقائع هذه الجريمة من لحظة شحن النيترات أمونيوم للحظة تفريغه بلبنان، ولكن لم ينتهي التحقيق بعد، والاستدعاءات متتالية، وبالتالي الحكم على الرجل من الآن كما حصل كمان مع الرئيس فادي صوان في غير مكانه. نحن منقول أنه اليوم ممكن وصحيح قانونا أنه يبدأ التحقيق والاستدعاءات من المسؤولين والموجودين بالمواقع السلطة ومواقع المسؤولية المرتبطة ارتباط مباشر بمرفق بيروت من لحظة وقوع الانفجار ورجوعا. ما في شيء بالإجراءات بيمنع هذه المسألة من أي مسؤولية كانوا بيحملوها، يعني سواء كانت مسؤولية سياسية أو مسؤولية وزارية أو مسؤولية حتى تنفيذية بالنسبة لموضوع الموظفين والإدارات أو حتى مسؤولية أمنية وغيرها وحتى قضائية. وبالتالي مشان هيك من لحظة وقوع الانفجار ورجوعا بالحقبة تاريخا لورا، يعني لحظة شحن النيترات أمر كثير طبيعي، سنوات سنوات وسنوات وأكثر من حكومة وأكثر من وزير وأكثر من مسؤول ما بيأثر التحقيق جاري على أن لا يكون هنالك استنساب بالاستدعاءات. هلقد بس في جاوبك بحترم رأيك، وألا خاصة بتصير الاستدعاءات فعلا بإطار الاستهداف السياسي. ولكن اليوم ما منخاف ولكن وضع هيدا تحت حجة أنه في استهداف سياسي ويكون أنه تعطيل مسار التحقيق من خلال هالحجة. اليوم طالما التحقيق جارن والاستدعاءات عم بيقوم فيها بحسب يعني خليني أقول الإتاب اللي ماشي فيها المحقق العدلي لحظة وقوع الانفجار المسؤولين ورجوعا لسنة 2013 الرجل يقوم بالدور الذي هو إن شاء الله تتسرع الخطوات، لأنه بعتقد سنة
يعني بعد أسبوعين تقريبا في سنة على هالانفجار الكارثي، بعتقد الأهالي حقهم يعرفوا الحقيقة تتبلسم جروحهم اللي أصلا رح تبقى مفتوحة للخسارات اللي كانت بهالإطار. بس هيك تعقيبا على مسألة الحكومة، لأنه في تعليقات اعلن نائب رئيس تيار المستقبل نائب السابق مصطفى علوش، بيقول ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومه سعد الحريري سيعتذر اواخر الاسبوع الجاري، مفسحا المجال استشارات نيابيه لتشكيل حكومه جديده. طب ليش ناطر لاخر الجمعه اذا اخذ القرار؟ ما بعرف. وقال علوش ان الحلول بهاللحظه اصبحت غامضه، واعتبر ان الازمه القائمه لن تنتهي الا بوضع لبنان تحت الوصايه الدوليه. يلي كنا عم نقوله نحن، بحال قلت لك الرئيس الحريري امام اثنين سيناريو، اما يعتذر واما بضل موضوع قبل الانتخابات النيابيه اذا الوضع كان بيحمل، اما انه هو يذهب بتشكيل حكومه دون بوادر انقاذيه هذا وضع ما راح يحط حاله فيه، ولا الدول اللي هي بهمها انه يكون الرئيس سعد الحريري ما زال بالمشهد السياسي انه يكون موجود فيه. وبالتالي بنكون امام مشهد كثير غامض، اما فعلا مثل ما عم بيحكوا موضوع الوصايه للاسف، واما بنكون امام حكومه انتقاليه. وانا هون كمان في عندنا تخوف من موضوع الحكومه الانتقاليه عسكريه يعني طبعا، واما بيكون في عجيب وبيصير في توافق مثل ما عم نشوف هذه المتغيرات الاقليميه اللي حكينا فيها بالاول، اللي هي بدها تقارب وجهات النظر بين المحاور اللي هي بالاساس كانت محاور متخاصمه، ويكون في اتفاق على اسم رئيس حكومه جديد، ويكون في بهالمرحله المقبله بعض البوادر الانقاذيه اللي هي انسانيه من مال وطروحات اقتصاديه تتوزع فيها الادوار، يعني بين المرفأ وبين الكهرباء وبين الغاز وبين النفط، يعني بصير في توزيع باخر خمس دقائق بدي شركات اجنبيه. بما انك قلت هيك عجيبه، راح راسي على الفاتيكان، كنا من شوي حكينا انه كان في يوم صلاه الاسبوع الماضي بالفاتيكان والاسبوع اللي قبله يعني، وبعده الاجتماعات والتواصل مكفايه، ويمكن البطريرك الراعي عم بيحكي باكثر من مناسبه بهالموضوع. ما بدنا ناخذها هالقد انه خلص بس بنصلي، أكيد عنا إيمان بهذا الموضوع، بس بده يكون في سعي داخلي. اليوم الفاتيكان يستعيد الدور عن جد، هيك يكون في مظلة ما بدها تكون بس على المسيحيين، على لبنان ككل، ولكن تحديدا على المسيحيين لبقائهم، لأنه يخشى أنه يتسربوا من هذا البلد. شوفي الفاتيكان يحمل رسالة، رسالة دايما يعني رسالة السلام ورسالة المحبة والأخوة، ولم يترك لبنان يعني بكل الحقبات، ولا طالما كان عم بيأكد أمام المجتمع الدولي على أهمية دور لبنان كرسالة تعايش إسلامي مسيحي ورسالة محبة بالمنطقة، يعني عم نحكي عن الشرق الأوسط غرب آسيا وحتى العالم، هذا لبنان النموذج الرسالة. واليوم اللقاء كان فعلا مؤثر اللي قامت فيه الفاتيكان تجاه لبنان. بالنهاية الفاتيكان هي ليس لديها جيوش وليس لديها يعني سلام القوة الاقتصادية، ولكن لديها رسائل ترسلها، رسائل سلام ورسائل سياسية تحت هذه المظلة أيضا اللي هي مظلة السلام اللي بنتمنى أنه تكون شاملة داخل لبنان. ولكن الرسالة هي طبعا أكيد أهمية الوجود المسيحي بلبنان، وأكثر من الوجود، لأنه نحن مش بس موضوع وجود ولكن الدور، يعني موضوع اللي بيطلعوا بيحكوا بس عن الوجود المسيحي، الوجود المسيحي كثير هلا امام مخاطر، وحتى الوجود الشعب اللبناني ككل، الوجود الحقيقي وليس وجود بقائي، يعني اكيد الوجود دور. هلا في عندنا نقطتين، الوجود البقائي لانه الهجره نتيجه الاوضاع الاقتصاديه الصعبه اللي قائمه، العديد يعني من المسيحيين وحتى من الاخوه المسلمين انه هن عم بيدقوا ابواب الهجره، وهذا صح. امر مؤسف للبنان، لانه راح يكون في عندنا هجره نخب وهجره ادمغه صار. وهجره طاقات، وبالتالي هيدي كمان أزمة كتير كبيرة، مشان هيك لابد ما أنه يكون الإنقاذ كمان مش بس اقتصادي، يكون في إنقاذ تنموي اجتماعي لحتى هالطاقات تضل موجودة بلبنان. الوجود المسيحي أمر كتير مهم بهذا المشرق، يؤكد عليه دائما الفاتيكان، وأهم من الوجود هو الدور، لأنه الدور المسيحي أيضا يجب أن يبقى فاعلا بأي نظام سياسي تشكل، مش معناتها إقصاء الأدوار الأخرى، ولكن عم نحكي عن
التعادل والمعادله لحتى يحل السلام. في خوف عليها للمناصفه؟ في خوف على المناصفه طبعا اكيد. نحن بنسعى لدوله مدنيه، نحن بهمنا الدولة المدنية طبعا أكيد. الدولة المدنية لا تلغي الطوائف ولا تلغي الحياة الطائفية ولا تلغي التنوع اللي موجود، ولكن بنشوف أنه شوفي أنا قلتها مرة وبرجع بكررها، بظل وجود تكفير ومشروع تكفيري ما زال يمول ويعمل عليه وإيجاد مناطق بديلة لإله، ويكون في هيدا الضخ اللي بالواقع التكفير انتصر لبنان على الإرهاب التكفيري عسكريا وسياسيا، ولكن ما زالت المخاطر قائمة بوجود كمان عنصرية عندك على حدودك بالجنوب. يعني حتى عندك كيان على جنوبك بعده بسن قوانين لحتى يعتبر أنه الدولة يهودية، والقدس هي القدس عاصمة اليهود وإلى ما هنالك. وبالتالي أصبح اليوم الحديث حاليا اليوم عن لبنان دولة مدنية بيكون بغير مكانه، ولكن الحفاظ على المناصفة وعلى العيش وعلى العيش معا وعلى وحدة المسيحيين المسلمين بأرض واحدة لبنانية، هو هيدا اللي بيكون النصر بوجه هيدا المشاريع اللي هي تعمل على العصب الطائفي. يعني لازم تأخيرين يكون الوعي لهالنقطة، لأنه كمان تخوف. ليش أنا قلت لك المناصفة في عليها خوف؟ لأنه من باب الطروحات اللي عم تكون بملف الحكومة وكأنه إشارة إلى المثالثة حكينا فيها قبل، ومنرجع منقلك إيه طبعا أكيد بمرحلة ما وقت كان في طرح ثلاثة ثمانات كان نوع من مثالثة، يعني صرنا عم نحكي بنوع من مثالثة، وهيدي مسألة يعني مش هي دستوريا اللي منصوص عليها بالدستور، ولا الواقع اللبناني بيتقبلها، ولا الواقع الإقليمي بيتقبلها بلبنان. إذا البعض بده يقرأها من هالناحية، مع العلم أنه ممكن تكون ثلاثة ثمانات موزعة بغير هذا الإطار، ولكن طبعا أكيد نحن منشوف أنه الدولة المدنية هي الحلم الأكبر للبنان، ولكن أمام يعني المخاطر الموجودة بمحيطنا اللي هي مبنية على وقائع طائفية ودينية، المناصفة بهيدي المسألة هي كتير أساسية بلبنان. بدي أختم ب يعني شوي قلتي لي في تعليقات، إيه في تفاعل للمشاهدين. بعتقد هون تعليقا على كلامك الأخير بإطار أنه كل حزب يقوم بحركته باتجاه جماعته وشعبه. في حدا بيقول لي طب انا ماني حزبي، يعني لازم اعمل حزبي مثلا ليدعموني ويساعدوني، يعني انا مثلا لازم اتوجه بال شو اسمه الحزب اللي معلق هلا بقول لك تحت لها ثبت ضد الحزب احمي وحصن حالي. رح اقول له شغله، انا كمان ماني حزبيه، وانا ضد انه تكون الاحزاب هي الوحيده اللي عم تمسك زمام السلطه السياسية، وأنه هي تكون متحكمة بالمجتمع السياسي. مني حزبية بس مني ضد العمل الحزبي، فجوابي كان انطلاقا من يعني التعادل بالعمل الحزبي. ولا شك أيضا كمان أنه المستقلين هن لهم حقوق، وهذه الحقوق على الدولة أن تأمنها لكل شعبها سواء كان حزبي أو مستقل أو حتى يمكن ما بيهتم بموضوع السياسي، ولكن حتى للأحزاب في عندك أصدقاء وفي عندك مناصرين. من هالمنطلق بنرجع بنوصل لنقطة أنه الدولة لا بديل عن الدولة، ولكن بظل الدولة عندك الأحزاب ممكن أن تهتم بجماعتها، والمجتمع الأهلي والمجتمع المدني والتكاتف والتضامن هو بيكون الحل للمستقلين اللي مثلي ومثلك. منيح الختام بهذه الطريقة. إلى لقاءات مقبلة إن شاء الله. أنا بدي أشكر حضورك معنا وعلى الحلقة اللي إن شاء الله نكون قدرنا جاوبنا على التساؤلات الناس بأكثر من ملف، ولو كان سريعا، لأنه بعتقد كل ملف بيحرز نعمل في حلقة. يعني سريعا عم نجاوب، ولا إن شاء الله طبعا التفصيل بال إن شاء الله المرة الجاية بكون في قصص إيجابية عم نحكيها، مش لأنه كل مرة عم تسوق الأمور أكثر. إن شاء الله شهرين لهلا آخر لقاء كان الوضع، هلا بنقول يا ريت نرجع شهرين لورا، إن شاء الله لا وتكون أمور إيجابية. شكرا لك أستاذة ساندرا، شكرا لكم، شكرا للأو تي في على الدعوة وعلى الاستضافة، وشكرا لك. أهلا وسهلا، شكرا للمشاهدين تحملونا. لا بالعكس، خفيفة الظل وسريعة الإجابة، وأكيد بنرحب فيك دائما. شكرا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، على أمل لقاءات مقبلة إن شاء الله.